هو كان واضح طبعا يعني من يريد التوجيه والكلام إليهم، يعني كان واضح تماما بحضور الدولتين اللي أنا ذكرتهم تركيا وإيران. الكلام كان موجه بشكل واضح لهم بدون ذكر الأسامي، يعني بدون ذكر الاسم، ولكن الرسالة كان فيه هناك رسالة يريد توجيهها لا هاتين الدولتين، انه من الممكن جدا، يعني معناها ايه، مفادها ايه، انه من الممكن ان يكون هناك علاقات بناءه وسويه وعلاقات تعاون وحسن جوار مع هاتين الدولتين بشرط المبادئ التي ذكرها الرئيس، وهي عدم التدخل في شؤون غير واحترام سياده الدول وعدم يعني وهكذا. دي كانت رساله واضحه، انه وفي رسالته وفي كلامه ذكر كذلك ان مصر بتسعى لعلاقات جيدة مع كافة الدول، ذكر الدول العربية وقال ذكر كافة الدول. إذن الرسالة موجهة إلى حتى الدول خارج الدول العربية، واضح تماما أنه ولكن يجب أن تلتزم هذه الدول بأسس حسن الجوار وأسس العلاقات التي تحترم سيادة الدول وما إلى ذلك. فالرسالة واضحة، يعني بمعنى أنه مصر والدول العربية على استعداد لإقامة علاقات سوية ومحترمة وذات حسن جوار وتعاون اقتصادي وتعاون تجاري وتعاون سياحي، كل ما يمكن أن يعني نشتشهد الدول من مجالات تعاون، ولكن بشرط أن تلتزم هذه الدول بعلاقات أو مبادئ وأسس حسن الجوار. يمكن تكون برضو رسالة مشابهة قالها الكاظمي في بالأمس، قال إنه يعني لن نسمح أن تكون العراق مسرحاً لتصفية الحسابات. يعني شايف حضرتك إنها نفس الرسالة الخاصة بالتدخلات الخارجية، وأن العراق لا يمكن أن تكون مسرح لتصفية هذه الحسابات؟ بالتأكيد، وده أقدر أذكر لحضرتك إنه ده أحد الأسباب الرئيسية يعني دفعت العراق لعقد هذا المؤتمر، يعني بالتأكيد هو ودعوة هذه الأطراف، يعني هي دعتهم لتوصيل هذه الرسالة ولدعم هذه الرسالة من جانب دول عربية فاعلة أخرى كمصر وغيرها من الدول، يعني مشاركة مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت وما إلى ذلك وقطر، كل ده يعني بيعطي دفعة للرسالة التي تريد توصلها بغداد إلى الدول المجاورة، وهي في النهاية رسالة عربية جماعية لهاتين الدولتين، إنه الدول العربية على استعداد لإقامة كل علاقات حسن جوار وعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية وما إلى ذلك، بشرط أن تحترم هذين الدولتين يعني سيادة الدول العربية والدول المجاورة، وأن تمتنع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي يعني يبقى في هناك أساس لمثل هذه النوعية من العلاقات. يعني هي رسالة، هل تريد هذه الدول فعلا أن تقيم علاقات سوية ومع الدول العربية؟ الباب إلى ذلك مفتوح وواضح ومبادئه واضحة.